هاو في بالك. هاو في بالك. مرحبا. كل قضية يقوم بها الواحد يزم يجيب الإثبات، واللي ميثبتش يخسر القضية ويضيع حقه، لخاطر الأصل في القانون هو براءة الذمة من أي حق للغير. معناها الواحد قدام القانون يعتبر غير مدين إلا إذا كان ثبت العكس وبإجراءات بيّنها زاد القانون. وعلى خاطر كل واحد يرفع قضية يلزم هو اللي يثبت حقه، ماهوش مطالب باش يثبت القانون، على خاطر هذيك مهمة السادة القضاة، وفما مبدأ قانوني يحكم فيهم وهو مبدأ حياد القاضي. والإثبات منظم في مجلة الالتزامات العقود، خاصة في الفصلين 420 و421. الفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود عمل القاعدة اللي هي إثبات الالتزام على القائم به، يعني اللي يدعي حاجة يلزم يثبته ويقدم كل المؤيدات. والمبدأ هذا يرجع لجذور إسلامية، وكما قال سيدنا النبي: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. والمبدأ هذا منطقي وطبيعي، يعني اللي يقول حاجة يلزم يثبتها. والمبدأ هذا عنده برشا مبررات، منها أنه الأصل براءة الذمة، وهذا اللي أكدته مجلة الالتزامات والعقود في الفصل 520. والعريضة يلزم فيها حاجات أكيدة، وهي أسامي الخصوم ولقبهم وخدمتهم ومقرهم وصفتهم والوقائع متاع الدعوة والأدلة والطلبات متاع المدعي والمستندات القانونية. والدعوة اللي تتقدم من غير مؤيدات يسميها دعوة مجردة، والحكم فيها يكون بالطرح، يعني كأني ما صارتش. ما اللي يشكي اللي هو المدعي الطالب في النزاع هو المدعي في الإثبات، وبعد تنتقل الوضعية مدام هو أثبت يولي المطلوب، يعني المدعى عليه، يثبت العكس. وعبء الإثبات هذا مقرون بخطر الإثبات، معناها مآل القضية واقف على إثبات الطالب. والاستثناء الحقيقي لمبدأ الإثبات على الطالب هذا عمله فقه القضاء، ويتعلق بالقضايا الشغلية اللي يكون على المطلوب، يعني العارف، على خاطره هو في عقود الشغل صعيب إنه الخدام يبطل مورد رزقه وحده. وعندك الاستثناء متاع القرائن اللي هي يتم إثباتها بأحكام سابقة، تبدأ القضية والدعوة هي بيدها والقضاء يصدر فيها حكم، وهذه تتسمى قرائن قاطعة. أما القرائن البسيطة الغير قاطعة، وهذه يمكن للطالب إثبات عكسها كما في حالة إثبات النسب. والقرينة تقول إنه يثبت النسب بالفراش، يعني مادام فما عقد زواج فإنه النسب يكون للبو، والولد يولي مش مجبور بإثبات النسب متاعه ومش مطالب باش البو يقر بالموضوع هذا. وعلاش هي قرينة بسيطة؟ على خاطر القانون خلى الإمكانية للبو باش ينفي النسب، واللي يقبل كل وسائل الإثبات الشرعية. وإذا كان الحاكم في الحالة هذه يحكم بنفي النسب، يحكم زادة بالفراق الأبدي بين الزوجين، يعني الطلاق. ملا قبل ما تشكي ولا تطلب يلزم تقدر الحجاج متاعك باش تتقبل الدعوة. هذا ما عندي اليوم، وإن شاء الله دعوينا الكل مقبولة، وإن شاء الله نهاركم زين وفي أمان الله. هاو في بالك. هاو في بالك.